والآن مع كلمة الختام كلمة الائتلاف، فاستقبلوهم مصحوبين بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. صدق الله مولانا العلي العظيم. السلام على صاحب كلمة الحق في وجه سلطان جائر. السلام على تلك الروح التي وهبت نفسها لله ولم ترد من أحدا جزاء ولا شكورا. السلام على عمامة رسول الله صلى الله عليه وآله. السلام على الشيخ الجليل الصادع بالحق وحامل مشعل الأمل في أيام العتمة. السلام على العالم المجاهد بالقول والعمل، صاحب العمة المقاومة الشريفة، سماحة الشيخ المجاهد عبد الجليل المقداد حفظه الله ورعاه. السلام على بلاد العلم والعلماء. السلام على أهلنا المقاومين الكرماء في منطقة البلاد القديم. السلام عليكم جميعا يا جماهير الثورة المجيدة، ورحمة الله وبركاته. نجتمع في هذا اليوم لنؤكد على خصوصية هذا الرجل المؤمن، ولنعلن موقفنا أزاء ما تعرض له الشيخ الجليل من تعذيب وانتهاكات يندى لها الجبين وتكشف الوجه الحقيقي للدكتاتور الدموي حمد بن عيسى وعصابته المجرمة التي لا تعترف بقيمة الإنسان وحقوقه. فكيف تعترف بمكانة العلماء وحصون الإسلام وورثة الأنبياء؟ إن سماحة الشيخ عبد الجليل المقداد الذي عذب ولا يزال يعذب على أيدي جلاوزة النظام الخليفي الساقط وبدعم سعودي، هو ذلك العالم التقي العامل الذي اختط لنفسه طريق العلم وهو في ريعان شبابه بعد تفجر الصحوة الإسلامية بقيادة الإمام الراحل الإمام الخميني قدس الله سره. هاجر لمدينة العلم في قم المقدسة من أجل تحصيل العلوم الدينية وليتزود من الخط الإسلامي الأصيل المقاوم، فأفنى عمره الشريف في تحصيل فقه أهل البيت عليهم السلام وعلوم الأصول واللغة وغيرها، ليعود لوطنه البحرين من أجل تبليغ رسالة السماء ويمارس دوره الجهادي ويدافع عن حقوق شعبه راجيا مرضاة ربه. لقد تقدم سماحة الشيخ عبد الجليل المقداد في قيادة عملية الوعي، فقد كان معلما طاهر النفس لا يبتغي عرض الحياة الدنيا، سعى للوحدة بين أبناء الشعب وتمسك بها بكل ما يملك من قوة. وفي هذا درس لنا جميعا بأن نتمسك بوحدة الصفوف مهما تباينت وجهات النظر، وأن نعض على جراحنا في سبيل الحفاظ على تماسكنا، فتأبى العصا إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرا تكسرت آحادا. لقد دافع سماحته عن الشباب الثائر قبل ثورة 14 من فبراير، لم يقبل بأن توجه لهم أي كلمة سوء، ودفع ثمنا غاليا جراء موقفه المدافع حتى جاءت ثورة 14، فكانت له كلمته وموقفه في هذا اليوم التي خرجت فيها مدن البحرين وبلداتها في تظاهرات حاشدة، وكان سماحته في مقدمة صفوفها. جرى ما جرى من قتل وقمع، فأطلق كلمته المدوية في وجه النظام الساقط قائلا: بعدما فعلتموه بنا فإن الطلاق وقع بيننا وبينكم ولا رجعة فيه. ومن هنا نؤكد على موقف ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير المنبثق عن قناعة حقيقية وإيمان راسخ بأن الطلاق قد وقع بين شعبنا البحريني الأصيل،
وبين النظام الفاسد الساقط طلاقا لا رجعة فيه أبدا، طلاقا منهورا بعذابات حرائرنا وشهدائنا وأسرانا وعذابات سماحة آية الله العالم الكبير الشيخ عبد الجليل المقداد، هذا الرجل الذي آن لهذا الشعب أن يعطيه مقامه الذي يستحقه. رغم أن الشيخ أبي النفس لا يبتغي منا شيئا، في هذا اليوم نؤكد أن كل ما جرى على هذا العالم الجليل من عذابات لن يمر دون ثمن، وإن عذاباته وعذابات الرموز القادة وكل الأسرى وقبلها دماء الشهداء الأبرار لن تذهب هدرا. على هذا نقسم وعلى هذا الدرب نسير مخلصين لله تعالى ولوطننا ولشعبنا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، وما النصر إلا من عند الله. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار وثبت لهم قدم صدق عندك يا كريم، إنك سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الثورة صبح النور صنعت من نور.